سبرينج رول بالخضار تكفي 20 قطعة. المقادير: للحشوة بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح، فصي ثوم مفرومين ناعمين، نصف حبة فلفلة خضراء مقطعة إلى أصابع رفيعة، نصف حبة فلفلة حمراء مقطعة إلى أصابع رفيعة، 5 ملاعق طعام ملفوف أبيض مفروم، جزرة مقطعة إلى أصابع رفيعة، ملعقتي طعام بامبو شوت مقطع إلى أصابع رفيعة، ملعقتي طعام براعم الصويا، ملعقتي طعام زيت السمسم، 3 ملاعق طعام صلصة الصويا، ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض، وربع ملعقة صغيرة زنجبيل. للسبرينج رول 20 رقاقة عجين سبرينج رول، ملعقة طعام نشاء الذرة، بيضة للدهن، 500 مللتر أو كوبين زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: للحشوة نسخن زيت السمسم في مقلاة ونقلب فيه الثوم والبصل، ثم نضيف مع التحريك الجزر والبامبو شوت وبراعم الصويا والفلفل الخضراء والحمراء والملفوف والزنجبيل والفلفل وصلصة الصويا. نضع الحشوة في وعاء لتبرد. للسبرينج رول ننثر نشاء الذرة في وعاء، نمد رقاقة سبرينج رول ونضع في زاويتها ملعقة طعام من الحشوة، وندهن بقية الرقاقة بالبيض، ثم نطوي الأطراف ونلف الرقاقة ونضعها في الوعاء. نكرر هذه العملية حتى تنتهي الحشوة. نسخن الزيت النباتي في مقلاة ونقلي فيه أصابع السبرينج رول حتى تصبح بلون بني ذهبي، ثم نصفها على ورق مطبخ وننقلها إلى طبق التقديم ونزينه.